حلقات برنامج الجدعان قبل شهر رمضان المبارك. رحنا وقابلنا الجدع هشام حجاج رائد زراعة الأكوابونيك في مصر. زراعة الأكوابونيك هي زراعة نباتات وأسماك في نفس المكان، زراعة حديثة وبتدر ربح هائل على من يجيد هذه الطريقة في الزراعة. الدنيا اتقلبت بعد ما عرضنا حكاية الدكتور هشام حجاج وحرمه شادي يا باشا، وبدأ الناس تتوافد على مزرعة هشام حجاج في منطقة 6 أكتوبر طريق الواحات تحديدا عشان يتعلموا ايه هي الزراعة المائية الجديدة. الراجل بدأ دورات ولم يبخل بعلمه لتدريب الشباب على زراعة الأكوابونيك أو الزراعة المائية. رحنا معاه في أول دورة قدمها للشباب وفعلا كان الإقبال هائل. خليكم معنا. فاكرين الدكتور هشام حجاج عبقري الزراعة المائية؟ لما قابلناه الدنيا اتقلبت. من هنا قرر الدكتور هشام حجاج يعمل دورات لتدريب الشباب. الموضوع مش سهل ولازم الحذر، وطبعا رحنا فورا عشان نحضر اول دورات في مزرعة الدكتور هشام حجاج في منطقة حرم سيتي بطريق الواحات، وكان مشارك فيها حوالي 35 متدرب وكلهم جاهزين لتطبيق نموذج الدكتور هشام حجاج في مزارعهم. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. هشام مفيش احلى من كده. انا شايف نجاح كبير، شايف شباب واعد عايز يعمل تجارب وعايز يعمل مزارع كوبونك، وانت الاساس المتين ان شاء الله. فهمني هتشتغل معهم ازاي. احنا متوسط بنقدم الدوره دي كل اسبوعين. في خلال الاسبوعين دول احنا بنضرب متوسط ما بين 30 و40 شخص. الحقيقه الحمد لله من ال 30 40 دول بيفضل 2 3 بيكملوا معانا الطريق، وابتدى فعلا الناس تعمل مشاريع حقيقيه. الخدمات اللي ممكن تقدمها للمتدرب اللي عندك لو هو جد وعايز يعمل مزرعه؟ احنا بنبتدي معاه من مراحل البدايه خالص، انه شرح النظام طبعا وتعليمه عليه، يعني انه يبقى فاهمه كويس جدا، محترف في الاكوابونيك، محترف في الاكوابونيك وفاهم ايه النظام بيتم ازاي، ايه المعادلات. يوم ولا على مدى؟ على مدى طويل. اليوم الحقيقه احنا بتبقى تعارف اكتر منها، وبنعرفه ايه السيستم وكده عشان نشوف اهتمامه هيكمل في انهي اتجاه. يعني دي رقم واحد. رقم اثنين، بعد كده لو حب فعلا انه يدور على قطعه ارض يشتغل عليها، احنا بنحاول نساعد عن طريق صداقاتنا ومعلاقاتنا ومعارفنا وحاجات زي كده. احنا مش بنتربح بالشغلانه دي، انا ما ببيعش اراضي، يعني مش حاجه ببيعها، لكن بنتصل بناس بنحاول نساعده على قد ما نقدر، بنعرفه فين الاراضي المناسبه اللي يقدر ياخدها وحاجات زي كده، بنساعده في تحليل الميه والتربه، ونحاول نوصل برضه نتيجه كويسه، وبعد كده بنساعده في تصميم المزرعه نفسها، وبعد كده بنساعده في الانتاج، وبعد كده بنساعده في التسويق، لحد ما يبقى عنده سيستم متكامل شغال ناجح. بدايه من الخبره، اكتساب الخبره لغايه تسويق المنتج حضرتك بتقوم بيه. بنقوم بيه احنا كاملا. الدكتور هشام حجاج حصل على الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأزمات من جامعة أكسفورد بإنجلترا، وخلال رحلاته اتعرف على نموذج للزراعة بنظام الهيدروبونيك. وبعد سنين طويلة وبعد رحلة كفاح وصبر مع زوجته السيدة شادية باشا، قدروا يطبقوه بنجاح في مصر بعد 4 تجارب ما حلفهمش فيها التوفيق. النهاردة بقى عندهم مزارع في الإسماعيلية والسويس واسكندرية وسيوة، وعائد المزرعة الصافي ما قلش عن 60,000 جنيه شهرياً. تاني يا دكتور هشام، عايز بالراحه كده، احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده بس كان قبل رمضان، فخلينا نفكر الناس تاني. الاكوابونيك اللي هو بدايته هيدروبونيك وتحولت الاكوابونيك مع دخول السمك في المنظومه او السيستم اللي حضرتك عامله، فهمنا بالراحه السيستم ده فكره ازاي، ممكن يتعمل على مساحات قد ايه، ربحه قد ايه. سيستم الهيدروبونيك او الاكوابونيك الاثنين معتمدين على نظريه واحده، ان النباتات ما بتشربش ميه بالمعنى المفهوم للشرب،
يعني مش الميه. يعني انا عايز اقول النقطه دي عشان بعض الاساتذه الافاضل يعني بيعترض على الكلمه يعني. انه لا النبات بيستهلك ميه طبعا، بس هي الفكره كلها انا لما بقول النبات ما بيشربش ميه، المقصود منها انه ما هياش العنصر الاساسي اللي النبات معتمد عليه عشان يكبر وينمو ويبقى صالح للاكل. عناصر غذائيه كتير جدا. بالظبط كده، ما هياش الميه، الميه ما هي زائبه في الميه. اه زائبه في الميه وما هياش العنصر الاساسي. احنا لما لقينا الفكره الموجوده حكايه ان النبات ما بيشربش ميه دي، وقلنا ان نحط النبات في الميه ونحط العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها معاه في الميه، باصبح عندنا سيستم تاني. احنا بقى عندنا نبات يقدر يعيش في الميه مع العناصر الغذائيه بتاعته، يمتص هو العناصر الغذائيه دي وتفضل الميه كاصل من الاصول ثابته ما بدون تربه، بدون تربه نهائي اطلاقا. لما جينا كده احنا ابتدينا نعمل تجارب، التجارب بقى على الملوخيه وعلى الرز وعلى النباتات السمريه وبتاع، كل حاجه كل منتج من دول له احتياجات مختلفه. لكن احنا وصلنا في النهايه للمعادله بقى سيستم مستقر وثابت، عارفين له دلوقتي، عارفين احتياجات الرز قد ايه من العناصر، عارفين احتياجات الملوخيه قد ايه من العناصر، عارفين احتياجات الطماطم والنباتات السمريه الاخرى من العناصر، عارفين كل الكلام ده. بقى عندنا نظام ثابت ومستقر نقدر نقوم عليه صناعه. خلاص احنا بقينا عارفين له، عارفين يعني ايه هيدروبونيك وعارفين يعني ايه العناصر وعارفين الكلام ده كله. ريتو احواض بتدخل منها المايه للسمك، هي انت تخرج اكمل لي الدوره. انا عندي الاكوابونيك بدايته من السمك، بناخد المخلفات السمك اللي هي مخلفات في الحاله دي المخلفات السائله اللي هي امونيا، وبنساعد بكتيريا معينه تحول الامونيا دي الى نترات او يعني الى نيتريت ثم نترات، ونسقي بيها النبات. بعد المرحله دي النبات بيمتص كل النترات اللي هو محتاجها، وهي بالمناسبه بتشكل 90% من احتياج النبات الحقيقي. بعد كده العناصر الاخرى الزياده احنا بنعتمد على المغذيات او دود بنحطه في السيستم بياكل مخلفات وبيديني العناصر الام بي كي والعناصر الصغرى كلها للنبات. يعني كلام هي بسيط. نموذج زي اللي احنا فيه ده احنا بنتكلم فيه حوالي 6 احواض، صح كده؟ 6 احواض دول في اجمالي مساحه 1000 متر، يعني 6 احواض نقول مساحه قد ايه؟ المزرعه المثاليه نص فدان، مش دي 1000 متر، المزرعه اجمالي المساحه 1000 متر. المزرعه اللي انا بتكلم عليها دايما دلوقتي بتبقى نص فدان. بتنتج ايه وتعمل ايه؟ دي بتنتج 4800 خصايه في الاسبوع كمثال، انا بدي الخص كمثال ما هوش المنتج النهائي، لكن بتنتج 4800 خصايه في الاسبوع، وبتنتج حوالي من 400 ل 600 كيلو سمك كل اسبوعين. ال 4800 خصايه كل اسبوع دي في وحده مساحه 2000 متر، اللي هي تديني 1000 متر مزروع، على اساس ان المتر بياخد 22 خصايه في المتر المربع. هي دي الحسبه اللي احنا بنحسب عليها. طبعا بقى في وحدات اصغر وحدات اكبر، لكن هي وحده المساحه هي اللي احنا بنتكلم عليها، 1000 متر مزروع. ال 1000 متر مزروع يديني 4800 خصايه كل اسبوع، يديني متوسط 400 ل 600 كيلو سمك كل اسبوعين. يعني 10000 جنيه من الخصايه، لو قلنا الخصايه ب 2 جنيه مثلا. لو قلنا الخصايه ب 2 جنيه في 4800 في الاسبوع يبقى حوالي 10000 جنيه. لو قلنا مثلا 600 كيلو سمك الطن ب 20000 يبقى بنتكلم في حوالي مثلا 12-13000 جنيه. تقريبا بالظبط في الاسبوع. كل اسبوعين. كل اسبوعين بالنسبه للسمك، اه ده صحيح. احنا في المتوسط بنقول 22000 خصايه شهريا عشان نقرب الارقام يعني. بنقول ان الخصايه ب 2 جنيه يبقى 44000 جنيه. حط عليهم 20000 ثمن السمك، طن سمك تقريبا في الشهر، يبقى بتتكلم في 60000 جنيه. اخصم منهم حوالي 10 مرتبات واهلاكات وكهرباء وعلف وحاجات زي كده، يبقى انت بتتكلم في 50000 جنيه، ده متوسط شهريا. التكلفه بقى احنا كده بنتكلم في 50000 جنيه شهريا ممكن تحقق من نص فدان، ده حاجه ولا الخيال. لكن الاستثمار قد ايه؟ هي الاستثمار بتبقى مختلف شويه، عالي حبتين يعني. خلينا نقول ان المتر يكلف متوسط ما بين 500 و600 جنيه. 2000 متر في 600 جنيه مثلا. بالظبط كده تقريبا يعني. تزيد شويه تقل شويه، طبعا كل منطقه ولها ظروفها يعني، الارض لها ظروفها، المكان له ظروفه، التكييف له ظروفه، حاجات زي كده يعني. لكن هو ده المتوسط العام اللي احنا بنشتغل عليه يعني. مزرعه الهيدروبونيك ميزتها ان عامل او اتنين بالكتير ممكن يشغلوها بالكامل، وكمان مساحتها اللي ممكن تبدا من 1000 متر يعني 6 ايرات، مزروعه بكل انواع الخضر، وكمان فيها احواض سمك البلطي، وتحقق عائد محترم. دلوقتي اسمعوا راي وليد الحسيني، هو مهندس زراعي حضر الدوره التدريبيه.
الأكوابوليك النهاردة هو اتجاه حديث واتجاه عالمي، هو أصبح ضرورة للحياة في العالم مش في مصر بس. فكرته هي مبنية أساسا على أن احنا في احتياج للزراعة بشكل دائم وبشكل مستمر طول العام، لكن عندنا بيبقى بتواجهنا بعض المشاكل كزراعين بقى بتقابلنا هنا. نسبة ارتفاع البي اتش بتاع التربة، ارتفاع معدل السلينيتي في التربة في المية، فعشان نتغلب على هذه المشاكل بنضطر أن احنا نلجأ لزراعة الأكوابونيك والهيدروبونيك عشان نتغلب على هذه المشكلة. وطبعا انا كمهندس زراعي هنا احنا درسنا في الزراعه وفي كلياتنا اللي اتحركنا فيها واشتغلنا عليها وفي الموارد الدكاتره والبحوث اللي اتحركنا فيها درسنا اساليب الزراعه الاساسيه في التربه، لان طبعا تعرف مصر زراعيه من قديم الازل. لكن هنا لما دخل هذا العلم الحديث في مصر، وطبعا في واحد مهم جدا على مستوى العالم الاستاذ الدكتور هشام حجاج، هو اول من اشتغل في هذا الموضوع في مصر، وطبعا كان لازم نيجي نتعلم على ايديه ونفهم الموضوع ماشي ازاي، لان احنا بدا يتطلب مننا احنا كمهندسين ان احنا ننشئ مزارع بتشتغل بهذا النظام، نظام الاكوابونيك او الهيدروبونيك، لكن احنا كمهندسين زراعيين ما عندناش معلومات خاصه بيه، وبالتالي احنا بدانا نيجي نتعلم عشان نتتلمز على حد متخصص بشكل قوي زي الاستاذ الدكتور هشام حجاج. لفت انتباهنا بين المتدربين زوجين، بسام صبري ودين عبازه، وكانوا متحمسين جدا لتطبيق نظام الهيدروبونيك في ارضهم بطريق اسكندريه الصحراوي. الموضوع ابتدى صدفه كده، كان والدي اشترى قطعه ارض في طريق اسكندريه الصحراوي عشان يبتدي الزراعه فيها، فدي كانت البدايه. كنا ساعتها لسه متخرجين انا واخويا وابتدينا في الموضوع دوت. عامله معاك الزراعه؟ والله في الاول كان في تخبطات كتير لغايه ما ابتدينا نعرف السكك الصح وماشي ازاي، ونعتمد على الناس فاهمه كويس، وربنا سهل دلوقتي الدنيا ماشيه تمام. هنفكر في النظام ان احنا يعني نزود المكان الخضر شويه في الاماكن اللي هي بيوت جناين، بيت جناين، في يعني احنا بيتنا في تجمع، في اماكن كتير قوي ممكن تتزرع بس ما غير مهدره. فانا فكرت ان ممكن النظام ده يشتغل، انه هنقلل شويه ان احنا المشاكل بقى بتاعت الكيماوي والحاجات دي، نبتدي بقى نتغاضى بقى عن كل المشاكل دي، ونبتدي احنا نزرع لنفسنا وناكل بنفسنا. انا عايز اقول لك حاجه، النظام انا شايف ان هو ناس كتير نجحت فيه، هو الدكتور هشام نفسه ناجح فيه وبيبيع وبيسوق لفنادق كتير هنا في المنطقه هنا. انا اتمنى لكم ان انتم تعملوا نموذج ناجح، وان احنا نيجي نصور عندكم النموذج ده لما تعملوه ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله. دلوقتي هنقابل احمد حسن، وهو مستثمر زراعي ومهاجر مصر في رومانيا، وبيخطط للعوده لمصر وتسويق وتصدير منتجات الهيدروبونيك في اسواق اوروبا. خليني اكلمك على ايه اللي جذبك يخليك يعني تنزل من رومانيا وتيجي تدخل دوره وانت شغلك مستقر في رومانيا في عمليه الاستيراد للخضر والفاكهه من مصر؟ الحقيقه ان طبعا السوق الرومانيه او الاسواق الاوروبيه عامه بتفرض قيود معينه على المنتجات الخضروات ومنتجات الخضر والفاكهه بالذات من عالم الاستيراد. اكيد على يقين ان اوروبا توقيت الانتاج فيها مقتصر على 3 شهور في السنه، فبقيت ايام السنه معتمدين على الاستيراد بشكل كبير من بلدان اخرى يعني. طبعا احنا عندنا يعني اللي شد انتباهي ان مزارع الاكوابونيك والهيدروبونيك هنا بتنتج منتجات اورجانيك، وده هو المطلوب للسوق الاوروبي، والتكلفه الانتاجيه معقوله جدا، فبالتالي مع وجود المعادله دي احنا نقدر نوفر منتج للاسواق الاوروبيه بسعر منافس جدا، والسعر كمان مش منافس، لا ما يقدرش الاسواق التانيه تتنافس معنا فيه، لان احنا عندنا النو هاو وعندنا الارض وعندنا المان باور وعندنا كل حاجه، فليه ما نستخدمش كل المعطيات ديت ونبتدي نطلع بره ونبتدي نفرض نفسنا على السوق هناك. انت تقييمك ايه للتجربه النهارده للاكوابونيك وزراعه الاكوابونيك؟ بص انا ما كنتش متخيل يعني، انا برنامج الجدعان هو اللي جذب انتباهي، انا كنت بتابع البرنامج عشان اشوف ايه اوجه الاستثمار في مصر. جذبني حاجات كتيره جدا، ولكن لما جيت على ارض الواقع واكتشفت ان الموضوع يمكن ما كانش عندي تصور حقيقي او واقعي للانتاج او لواقعيه هاو اورجانيك، يعني ازاي النبات ده طبيعي بدون تدخلات مبيدات حشريه واسمده و الى اخره، اللي هي بتدينا عوائق للتصدير في الاخر. لكن لما جيت وشفت الواقع بدات الرؤيه تتسع،
فطبعا السكيل اتغير خالص، سكيل الرؤيه للموضوع اتغير خالص وكده. لا احنا بنتكلم في كاتيجوري تاني خالص، بحيث ان احنا نقدر ننهض بالموضوع ده. مشروع قومي المفروض يبقى مشروع قومي، ان انت في مساحات صغيره من الارض لا بتهدر ميه ولا بتهدر طاقه، وبتاخد منتج اضعاف اللي بتنتجه الاراضي الزراعيه. فبالتالي انت عندك منطلق علاوه على ان المنتج اورجانيك، فانت كده عندك كل المعطيات اللي تخليك تنافس وبقوه. هو حضرتك بتفكر ازاي لبكره؟ انا عايزك تشرح لي كده، انت قلت لي حاجات كتير قوي. الفكره لبكره ان النهارده انا يعني التخصص طبعا سوق، يعني انا مش هقدر اقول لك انا هدخل انتج جميع انواع الخضار والفاكهه، لا لازم نفكر في صوره جماعيه. ودي الحقيقه الحاجه اللي شدتني جدا من كلام الدكتور هشام. الدكتور هشام بيفكر في انتجريتد برودكشن، يعني منتج متكامل. انت تخصص في حاجه معينه، انا تخصص في حاجه معينه، زميلنا متخصص في حاجه معينه، احنا مع بعض هنبتدي نقدم صوره متكامله. الدوره التدريبيه اللي حضرناها استفاد منها المتدربين بشكل كبير جدا، وفعلا بداوا تطبيق نظام الهيدروبونيك في مشروعاتهم، واحنا هنتابعهم واحد واحد، وقريب جدا هنقابلهم لانهم اكيد من الجدعان.